اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء الى هذه الحلقه الجديده من الملعب، وفيها نتابع كل جديد على الساحتين المحليه والدوليه. مشاركه المنتخب الوطني للناشئين في نهائيات كاس اسيا ما بين الانجازات وخيبات الامل. المنتخب الوطني الاولمبي يحقق الفوز في مباراه الوديه على فريق الرجاء المصري احد انديه الدرجه الثانيه اوروبيا. تم معرفه أبطال الدوريات الخمسة الكبرى، موسم طويل انتهى بالأفراح لأندية بينما وقف الحظ عاثرا أمام بعضها. كل هذا وأكثر نتابعه في هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد. لا يملك منتخبنا الوطني سجلا حافلا خلال مشاركاته في نهائيات كأس آسيا للناشئين. الأرقام تؤكد أن أفضل مشاركة للأحمر الصغير كانت في العام 2002، وحينها تمكن منتخب الوطني وحينها سمي بمنتخب الأمل من الوصول إلى النهائي، وهو الجيل الأفضل الذي مر على الكرة اليمنية. نتابع مشاهدينا التقرير التالي الذي يحكي تاريخ مشاركات أسود آسيا في النهائيات الآسيوية. مع اقتراب موعد انطلاقها منتصف يونيو في تايلاند، يترقب الجمهور اليمني بشغف واهتمام كبير مشاركة منتخب الناشئين في نهائيات آسيا تحت 17 عاما، معلقين كثيرا من الآمال على إعادة إحياء منتخب الأمل من جديد. وتنتظر الأحمر الصغير الذي يقوده المدرب محمد البعداني مواجهات مهمة ومصيرية ضد منتخبات المجموعة الأولى ماليزيا ولاوس، بالإضافة إلى البلد المضيف تايلاند. تاريخيا وقبل هذه النسخة تأهل الأحمر الصغير إلى 8 نهائيات، لعب خلالها 24 مباراة، حقق الانتصار في 5 مباريات فقط وتعادل في 6، فيما رافقته الخسارة خلال 13 مواجهة سجل خلالها منتخبنا الوطني 27 هدفا وتلقى 34 هدفا. أول مشاركة آسيوية لناشئين كانت في النسخة الأولى بقطر في العام 1985. منتخب جنوب الوطن سجل حضورا مقبولا بتعادلين مع الصين وتايلاند قبل أن يخسر مواجهته أمام العراق ليغادر البطولة من الدور الأول. نهائية العالم 2002 التي أقيمت في الإمارات كانت شاهدة على تسجيل أفضل إنجاز في تاريخ الكرة اليمنية على مدى عصور. عبد الإدريسي ورفاقه تجاوزوا دور المجموعات قبل أن يعبروا من ربع النهائي على حساب سوريا، وتخطوا الصين في نصف النهائي بالهدف الذهبي ليواجهوا الشمشون الكوري مجددا في النهائي ويخسروا بركلات الترجيح، والحصيلة كانت وصافة آسيا والتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخ المنتخبات الوطنية. سنة 2006 خيب فيها صغارنا الآمال المعلقة عليهم، سنغافورة تستضيف النهائيات، ضغوط الإنجاز السابق ألقى بظلاله على رفاق حسين غازي الذين غادروا من الدور الأول بخسارتين أمام إيران وطاجكستان وتعادل أمام المنتخب العراقي. كاد الأحمر الصغير أن يكرر إنجازه المونديالي في سنة 2008، انتصار صعب على اليابان وتعادلان مع الإمارات وماليزيا كانت حصيلة دور المجموعات، لكن الرياح أتت معاكسة عندما أعلن الاتحاد الآسيوي استبعاد منتخبنا من النهائيات بسبب التجاوز في أعمار اللاعبين، لتكتب نهاية حزينة لجيل كان يمكن أن يصنع الكثير للكرة اليمنية. نكسة التصفيات السابقة تلتها نكسات أخرى وحضور باهت، خروج من الدور الأول لثلاثة نهائيات آسيوية متتالية. خيبة الأمل كانت النتيجة الفعلية بعد كل مشاركة لمنتخبنا الوطني. وبرغم التأهل إلى نسخة 2020 إلا أن البطولة تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، وبعد 20 عاما هي اليمن تعود للمشاركة من جديد بجيل تاريخي أحرز أول ذهبية في تاريخ الكرة اليمنية من خلال بطولة غرب آسيا، وينتظر منه الجمهور اليمني تكرار إنجاز منتخب الأمل المفقود فهل يستطيع أسود سبأ تجاوز الدور الأول؟
في مباراة ودية تمكن منتخبنا الوطني للناشئين من تجاوز المنتخب السعودي بهدف دون مقابل قبيل مشاركته المقبلة في كأس آسيا بتايلاند، ويدين أسود سبب هذا الفوز للاعب محمد فاضل الذي سجل الهدف الوحيد في الشوط الثاني. المباراة شهدت تصدي حارس منتخبنا الوطني وضح أنور لركلة جزاء خلال مجريات المباراة. خاض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته التجريبية الودية في معسكر الخارجي بالقاهرة أمام نادي الرجاء أحد أندية الدوري المصري القسم الثاني، وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من حسم اللقاء بثلاثة أهداف دون رد. الأهداف الثلاثة جاءت بتوقيع صقر الحربي ويوسف الحيمي قبل أن يضيف محمد العمودي ثالث الأهداف في شوط اللقاء الثاني. تأتي هذه المباريات في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق خلال الفترة من 12 إلى 20 من يونيو المقبل. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الرياضية، شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله ورعايته.